هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. أسعد الله أوقاتكم متابعي برنامج عليكم العافية. بدأت ملامح الربيع تطل علينا، وبدأت معه بعض الأعراض وكثير من الأمراض والشكاوى من بعض الناس أو بعض المرضى ممن يعانون تحسس الربيعي. دائما هذه المشكلة ودائما تطرح نفس الأسئلة، وعلينا دائما التذكير بنفس الحلول مع بعض الحلول المناسبة للوضع السوري وعدم توافر بعض الأدوية. في هذا الحديث في هذا المجال سوف نتحدث مع ضيفنا الدكتور محمود أبو صالح، طبيب أسرة، للحديث أكثر عن هذا الموضوع وبلغة مبسطة وبعلاجات ملائمة للوضع السوري الآن. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. أنت حلبي ونحن حلب اليوم، أنا ضيفكم اليوم. أهلا وسهلا. أنا ضيفكم دكتور. في 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 مادة تقرير صورناه بأحد المراكز في سوريا بنشوفه وبنرجع إن شاء الله بنبدأ في نقاشنا. تفضل دكتور. يراجعنا يوميا 40 حالة التهاب أنف تحسسي، بالإضافة إلى حالي أو حالتين بوليبات أنفي. أغلب المرضى يأتوا إلينا بقصة التهاب بلعوم وصعوبة أثناء البلع وشخير ليلة. أغلبهم لا يعلموا أنهم مصابون بتحسس. عدد قليل يأتي إلينا بقصة سيلان أنف ورشح وعطاس متكرر. أغلب الأسباب هي المواد التي تسبب تحسس من الغبار والأتربة التي تحملها الرياح بهذا الفصل، بالإضافة إلى غبار الطلع والروائح والعطور والدخان. العلاج هو مضادات الهستامين والمسكنات والإكثار من شرب السوائل. الأدوية المتوفرة لدينا هي مضادات الهستامين والمسكنات. الغير متوفر هو العلاج المناعي، وهو ضروري لعلاج بعض الحالات الشديدة. تمام دكتور، الله يعطيك العافية. دكتور، أمراض ربيع التحسسية، شو فينا نعطيها تعريف صغير؟ يعني أمراض الربيع التحسسية هي بتسمى عند الناس حساسية الربيع. تماما. فمع دخول فصل الربيع بتغير الجو من بارد لمعتدل، والتغير هذا بيسبب انتشار غبار الطلع اللي هي مفيدة للربيع، لتفتح الأزهار. تمام. والأشجار. تمام. والخضرة وكذا. رغم أنه فصل محبب لكل الناس، إلا بعض الناس بتعاني منه من حساسية الربيع. تمام. حساسية الربيع هي ردة فعل الجسم تجاه غبار الطلع. صحيح. غبار الطلع بتزداد في الفصل هذا إلى ذروة، إلى وقت. يعني الكلمة الفصل في هذا المرض هو غبار الطلع. غبار الطلع. غبار الطلع. له ذروة في هذا الفصل. وعملية التحسس عندما تلامس غبار الطلع. تمام. الأغشية المخاطية إن كان بالأنف ولا بالعين ولا بالحلق ولا كذا الأخري، بتتم عملية تحسس، تتم إفراز مادة الهستامين. هي مادة كيماوية هي اللي بتسبب عملية التحسس، هي ردة فعل الجسم تجاه غبار الطلع. صحيح. فحسب ما يتلقى العضو إن كان الأنف ولا العين ولا كذا، بتتظاهر أعراض خاصة لكل منا إلى مسمى وإلى علاجة وإلى طبيعة. دكتور، غبار الطلع هل له ذروة في اليوم؟ له ذروة في اليوم. غبار الطلع ذروته بتكون بعد 9 الصبح لغاية 7 مساء. فهي ذروة انتشار غبار الطلع في الجو، بسبب انه غبار الطلع مع دفء الجو. صحيح. والرياح مثلا بتكون موجودة بالفصل في الوقت هذا بتزيد. اما قبل 9 صباحا او بعد 7 مساء لغاية 9 صباحا في الليل بكون الجو بارد شوي، وبكون انتشار غبار الطلع اقل. الرياح تزيد كثافة التعرض ايضا. نعم، أنا بزيد من انتشار غبار الطلع في الجو. دكتور، هلا سؤال شبه يومي نحن بنتعرض له. نعم. يعني بقول لك المريض عدة أعراض بشككك إنه حساسية ربيع، في شيء طريقة أفرق إنه هذا حساسية ربيع ولا في شيء آخر؟ لا شك إنه الأعراض كثير أحيان بتكون متشابهة. التهاب الأنف مثلا بين تحسسي وبين جرثومي، ولكن شلون نحن بدنا نحكم عليها أنه هي تحسسية؟ تمام. فعلا. تمام. أولا استمرار الأعراض لأكثر من شهر، لا أحيان بالطول فصل الربيع كله 3 أشهر، ورغم العلاجات رغم كذا ما زالت، فهذا على الأغلب وتكرارها كل سنة عنده، فهذا مفكر بوجود تحسس الربيع. أما إذا كان أمراض إنتانية أو فيروسية أو شيء شكل آخر ما له علاقة بالحساسية، لازم بخلال مدة أقصاها شهر مع استعمال العلاجات تزول هذه الأعراض ويزول هذا المرض.
فمن هون نحن نحكم عليها إن كان تحسس ولا إن كان مرض تمام. آخر. تمام. تمام. للعمر علاقة دكتور في هذا الموضوع؟ أكيد يعني أكثر عمر بتأثر في حساسية الربيع هو ما بين 15 وال 25. بتقول لي منشوفها قبل 15؟ نعم منشوفها. بنشوفها بعد 25؟ نعم منشوفها. ولكن هذا العمر بين 15 وال 25 هو أكثر العمر اللي بتأثر فيه الإنسان من حساسية الربيع. بعض الناس تتطور معهم بعد 25 لأمراض مزمنة. تمام. وبعضهم بتزول تماما وخاصة مثلا عندك الرمد الربيعي يعني بنسبة كبيرة بعد 25 يعني تكون شبه الشفاء منه، رغم أنه خلال فترة المعاناة تكون صعب جدا للحصول على فترة راحة. فعلا في ناس بتشوفهم خلافة الربيع بتحسوا خارج تغطية الإنسان بسبب هالمظاهر. دكتور حضرتك قلت لي غبار طلع بيأثر على غشيم المخاطية الأنف العين الحنجرة بسبب عملية تحسسية أو تأتبية تسبب هذه الأعراض. إذا أجينا على الأنف وناقشنا الموضوع العام، شو اسم الحالة اللي بتسبب هالمرض للأنف؟ التهاب الأنف التحسسي معروف عند كتير من العالم ومن الكتب الطبية حتى يعني اسم ممكن يكون ملفت للنظر بسميه حمى القش. القش أيه. تمام. يعني بالإنجليزي بيقولوا هاي فيفر. تمام. يعني حتى بالكتب الطبية مذكور الكلام. تمام. وفي كتب أخرى بسموه زكام العلف. تمام. طيب ليش التسمية هاي؟ لأنه فصل الربيع بيكون فيه علف كتير وقش كتير وزرع كتير، ولذلك هذا التهاب الأنف التحسسي. طيب التهاب الأنف التحسسي بايش بتجلى؟ شلون بظهر؟ شو هي أعراضه؟ أهم عرض منه هو الحكة الأنفية. الحكة الأنفية من شدة الحكة يعني أرنبة الأنف تحمر. تحمر كمان لسبب تاني أنه السيلان الأنف عم يسيل منه دائما ماء سوائل عم يسيل منه، فهي حسب شدته. وعندك عرض كتير مهم جدا في التهاب الأنف التحسسي هو العطاس. تمام. العطاس بتختلف شدته من خفيف لشديد جدا لشكل أنه مزعج، يعني مثلا بفترة 5-6 دقائق بتلاقي ما بوقف العطاس معه، يعني كتير مزعج. وممكن تترفق بدموع من شدة العطاس أو كذا إلى آخره. وأحيانا كتير كتير التهاب الحمى القش أو الزكام العلف ممكن تتطور لالتهاب جيوب أنفية تحسسية. فبالحالة هاي إذا تطورت للموضوع هذا ممكن تلاقي المريض عم يشكي من هالات تحت الأجفان سود أو ممكن وزمة. يعني ممكن تكون الهالات سببها؟ ممكن تكون مع الهالات إلى أسباب طبعاً أخرى طبعاً. ولكن في الحالة هاي ممكن نفكر بالتهاب الجيوب الأنفية التحسسية كمان. فهي أغلب الأعراض هو يعني بتلاقيه دائما مزعوج، دائما صداع، دائما تعبان بسبب شدة العطاس والسيلان والحكة الأنفية، يعني حالة فعلا مزعجة لبعض الناس. طيب دكتور علاجات ممكن أنا أخذها منزلية، ممكن بدي أروح على الدكتور، شو بتحكي لنا؟ هلا في شغلة كتير يعني بسيطة بالنسبة لالتهاب الأنف التحسسي أو حساسية الأنف، انه ممكن تحضر انت محلول في بيتك يفيدك كثير. تمام. هو عباره عن كوب ماء كبير. تمام. تحط له ربع معلقه ملح. تحط له ربع معلقه بيكربونات الصوديوم. تمام. تدفيه شوي على النار. تحطه في بخاخ انفي. تمام. وتستعمله عده مرات في النهار. تمام. شو فائدته دكتور؟ هذا فائدته اولا الغبار الطالع اللي لامس غشيت غشاء المخاطي تبع الانف بغسله بيزيله. ثانيا الشعريات الدموية اللي احتقنت بسبب التحسس بيخليها تتفتح وترتاح وتخف على الحالة التحسس. تمام. بيفتح أنفه وبرتاح وتخف كتير. هاي الشغلة كتير هذا الوصول للأنف المنزلي مفيد في الحالات الخفيفة. حالتها تمام إذا شدت الحالة. ايه. شدت الحالة ذاك الوقت ندور على يعني مثل ما بقولوا دواء أعلى شوي. أنتي هستامين. انفرز الهستامين بسبب التحسس الموجود. تمام. نعطي أنتي هستامين. الأنتي هستامين موجود حب، موجود بخاخات. تمام. دائما نحن بنحاول نستعمل الخط الأول هو العلاج الموضعي اللي هو البخاخ. إيه. لتجنب الأعراض الجانبية للأدوية. تمام. إذا نحن مشي على حالنا بالعلاج الموضعي اللي ما بيدخل الدم هو علاج مثل المرهم صار، فهذا كتير بيريح
وانت تجنبت الاعراض الجانبيه. بخاخات الانتيستامين، قطرات الانتيستامين الانفيه كمان بتريح مثل ما اذا مرتاح على السيروم الملحي او مرتاح على غسول الانف المنزلي. ممكن تستعمل مع الانتيستامين كمان اذا مرتاح بالقطرات تستعمل الحب، استعمال حبه يوميا مساء، كلاريتين او ما شابه مثلا كثير بتريح. مساء دكتور ليش عم تقول مساء؟ لانه يعني خوف من الاعراض الجانبيه هي النوم والنعاس تمام. احيانا يعني احيانا بضطر نعطيه صباح ومساء، ولكن هو اغلب الانتيستامين بتكون جرعته وحيده. انت دكتور ايمن بتعرف الكلام هذا؟ لا دكتور مساء، انه عم تقول لي انت انه الذروه بتكون صباحا، فانه اذا اخذوا راعي الشغل ممكن يصير معه نعاس او اذا قيادة السياره احيانا ممكن يسبب عنده اي مشكله. دكتور الخط الثالث، يعني انا ما مشي حال معي غسول الانف المنزلي او الهستامينات وكذا، هل يوجد خط ثالث؟ عندنا ستيرويدات. هل ينصح به ستيرويدات؟ عندنا تركيبات كمان انتيستامين مع ديكونجستد، يعني مضاد احتقان وانتيستامين مع بعضهم عندنا. تمام دكتور. بسيروفيدرين كثير يعني شغلته رائعه، البسيروفيدرين مضاد احتقان لما بهالحالات. الستيرويدات هل ينصح المريض هون ياخذ لحاله ستيرويدات ولا لازم يراجع؟ لا ينصح ابدا استعمال الستيرويدات بشكل شخصي. تماما. هاي الستيرويدات خاصه بالاطباء. تماما. هو الذي يصف لك هذا الدواء. تماما. لأنه له طريقة في الأخذ وله طريقة في السحب حتى لو كان موضوع. طبعا دكتور في بخاخات فيها استرويدات وفي بخاخات فيها أنتيستامين. أكيد أكيد. بخاخ الأنتيستامين لا مشكلة فيه. أنتيستامين لا مشكلة، ولكن يعني الأفضل أنت تشخص حالتك عن طبيب. تمام. لأنه نخشى أنه يكون في عندك مثلا قرينات. تمام. في عندك مشكلة. صحيح. موجودة في تشريحية. لما بتيجي حالة التحسس انت هي بتظهر بتظهر ايه، فممكن انت هون تدخل باختلاطات. تمام. ما يعود تحسس، تسبب لك اختلاطات تانية تستدعي امور اكثر. تمام. فالافضل انت تشخص حالتك في البدايه حتى تعرف حالك انه انا وضعي التهاب انف تحسسي فقط، ما عندي مشكله تانية، فهي ادويتي بتطور معها. وهي يعني اذا جارتنا عم يمشي حالها على انتي استر عفوا على بخاخ ستيرويدات ما ضروري انا اقلدها وجيب لحالي. اكيد روح هذا شغله يعني دكتور مضرب. بعد الفاصل ننتقل الى العين ان شاء الله والحنجره ان شاء الله. متابعينا الاكارم بعد الفاصل نتابع مع امراض ربيع التحسسيه العين وامراض الجهاز التنفسي الاخرى، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. متابعينا الأكارم، هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. قبل الفاصل تحدثنا عن التهاب الأنف التحسسي دكتور، الآن ننتقل إلى العين. ما اسم هذه الحالة في الربيع؟ التحسس العين التهاب الملتحم التحسسي. تمام. أو الرمد الربيعي. تمام. يعني كل الناس بيعرفوا بالرمد الربيعي. تمام. إيش هو الرمد الربيعي؟ هو التهاب ملتحم تحسسي تحدث في فصل الربيع عند أغلب الشباب. تمام. اليافعين. بتلاقي الولد مثلا بسن 12 13 14 15 بتلاقي عيونه دائما في فصل الربيع حمر، حكة شديدة ودماع، وأحياناً من شدة الاحمرار بتلاقي مثل كاسات الدم عيونه. الأهل بيهلعوا، بتصير حالة قلق، بفزعوا. تمام. ليش هيك عيون ابني؟ بلشوا بنتقلوا من طبيب لطبيب ليشوف إيش هالحالة هاي. رغم أنه بيكون أجوبة الأطباء دائماً مطمئنة أنه هي حالة تحسسية تحدث في فصل الربيع فقط، تخف مع العمر وممكن تزول بعد 18 20 25 سنة، وإذا اجت بقية تبقى بشكل خفيف إلا لأن أهل بتموا قلقين وبيحاولوا يعرفوا علاج ناجع لأبنهم. للأسف هاي الحالة مع علاج ناجع ما لها. ما العلاج شاف؟ العلاجات دائما مخففة. هاي شغلة. الحكة عرض أساسي في الرمد الربيعي. عدم وجود الحكة. تمام. وجود الأعراض العينية الثانية ينفي الحساسية الربيع أو الرمد الربيعي. تمام. يعني حمرت العين
بدون حكي؟ بدون حكي، دماع، مفرزات مخاطية مثلا، ما في حكي، غياب الحكي معناته هذا مورم الضربيعي. تمام، لازم هون، لازم هون نفكر بموضوع تاني. هو لازم بالحالتين يعني الدكتور العينية، نحكي أطباء أصلا مشخص الحالة المضربية، وبنطلب أنه تأكيد التشخيص عن طبيب عينية، لأنه أكيد الجهاز اللي يفحصه فيه بيشوف بالتهاب الملتحمة تحسس فيه علامات بالملتحمة بتدل تماما يعني على أنها التهاب ملتحمة تحسس. يعني عن طبيب العينية بالأدوات الموجودة عنده أكيد يستطيع النظر في العين، المنظار العيني وبيقدر يقول لك إذا كان التهاب ملتحمة. نحن كأطباء أسرة من شخص التهاب ملتحمة تحسسي، من شخص لمدى ربيعي، وجود الحكي عرض أساسي فيها. تمام. ومع ذلك بيظلوا الأهل قلقين، يعني رغم وجود تأكيد لطبيب عينية و... نعم. طيب دكتور، قلت لي أنه ممكن يكون السيدان شفاف أو على أخضر، شو مسمين إحنا؟ لا ما هو أخضر، مخاطي؟ مخاطي لزج، لزج مخاطي لزج، مخاطي يصير مخاطي لزج. هو لا يكون أخضر إلا بوجود التهاب فيروس أو وجود جرثوم أو كذا، ولكن في حالات تحسس بتكون شفافة، بتكون مخاطية عادية. هاي تظهر أحيانا مع الرمد الربيعي، أحيانا بالرمد الربيعي الحالات الشديدة بتكون المفرزات مخاطية لزجة، بتكون مخاطية لزجة. تمام. غياب الحكي يعني ليست التهاب رمد ربيعي، ليس رمد يوجد ربيعي. مشكلة أخرى يجب التقصي عليها، طيب. على سبب آخر لهذه الأعراض. كعلاجات دكتور، شو في علاجات ممكنة؟ أهم شغله العلاجات هي أولا ذكرت أنا وبرجع بذكر العلاجات مخففة، صحيح، تلطيفية مخففة. تلطيفية، عين محمرة ملتهبة مرتفعة حرارتها، الماء مفيد جدا. تمام، غسل العين بالماء عدة مرات أثناء النهار مفيد جدا، حتى يعني بعض الدرجات يعني ممكن تستعمل كمادات ماء بارد في حالات الشديدة. تمام، تريح. تمام، الابتعاد عن المخرشات مثلا ضوء الشمس من شدة احمرار العين ومن شدة الحكة العينية لا يستطيع أن يظهر الطبيعة بدون نظارات شمسية. تمام. النظارات الشمسية المظلمة السوداء القاتمة مفيدة جدا في حماية هذه العين. تمام. كعلاجات أدوية دكتور مخصف. علاجات أدوية نرجع نقول الخط الأول دائما في التحسس هو الأنتيهستامين. تمام، أطرات الأنتيهستامين مفيدة جدا، أنتي ألرجي مفيدة جدا. يمكن استخدام قطرات ستيرويد دكتور العين؟ ممكن استعمال قطرات ستيرويد، ولكن إلى محاذير؟ أكيد إلى محاذير. مثل كثرة استعمال الستيرويدات بدون ضابط، تمام، بدون وصفة طبية من طبيب أخصائي قد تؤدي إلى تأذي القرنية الدوائي. تمام. أو الستيرويدي. تمام، وهذا يعني شاهدنا كثير من اللي كان عنده رمد ربيعي، يعني تطورت عندهم حالة من انحراف تأذي الوظيفة البصرية إن كانت انحراف ولا قصور ولا كذا بسبب تأذي القرنية استيرويدي. طيب دكتور كعين، فينا نقول انتهينا منها كحنجرة جهاز تنفسي بالعوم وغيره، مثل ما انصاب الأنف وانصابت العين. تمام. ممكن تنصاب الحنجرة وتنصاب القصبات. تمام، والبلع. تمام، وكمان بتظاهر بأعراض دغدغة بالحلق. تمام. بقول لك حلقي عم بدخل حرقة، حس حرقة مثلا، سعلة، ممكن العطاس كمان وترفع إذا كان بالعوم هي. وإضافة لزلة الشخير، يعني فيه كتير أعراض تنفسية منشوفها، والصفير وكذا الأخري. حالات التهاب الحنجرة التحسسي يفضل أنه يشوفها أخصائي، أخصائي أذن أنف حنجرة. أي أخصائي أذن أنف حنجرة. دكتور ما رح نحن نتعمق فيه، بس بدي اقول لك المرضى جرت عادي يتناولوا صادات حيويه لهالحاله، هل هذا صحيح؟ استعمال الصادات الحيويه في حالات التحسس لا يفيد اطلاقا. صحيح. اطلاقا لا يفيد. تماما غير مفيد اطلاقا. تماما، ولا يجب اهماله ايضا. حتى يعني انا اذكر انه مثلا ممكن ابره الستيرويد المديده. تمام. الفصليه ممكن تعطي فائدة وممكن تخفف الحالة التحسسية الموجودة، ولكن لا أنصح أن يستعملها المريض من تلقاء ذاته. تمام، يعني لازم
حتما يوصف له اياها طبيب. تمام تمام. بعد ان يتم الفحص والتشخيص المضبوط. فهمت عليك دكتور. شو في نصائح او حاله او الانسان يقي حاله من هالموضوع ونصائح لمجمل هالحالات سواء الانف العين جهاز تنفسي أو امراض الربيع التحسسيه؟ هلا نحن ذكرنا بانه ذروه انتشار غبار الطلع تكون ما بين الساعه 9 صباحا والساعه 7 مساء. مالك شغله لا تطلع برات بيتك بهالفتره هاي، واذا طلعت اطلع وانت محتاط. تمام. مثل النظارات الشمسيه اللي عنده رمد ربيعي، الكمامات اللي عنده التهاب انف تحسسي، وحتى بالعم. حتى بالعم. ماشي. يعني في ناس بتخجل من الكمامة. لا تخجل أخي، حط طاولة خفف عن حالك ألم، خفف عن حالك مشقة. تمام. هاي واحدة. شغلة تانية، أنا رجعت يعني بدي ألعب رياضة، بدي أمشي، طلع خيو قبل 9 الصبح. قبل 9 الصبح الجو يكون بارد، الجو مفيد، الجو مريح. وبعد 9 مساء نفس الشيء، تمشي طلع أمشي، ابتعد عن الحدائق، ابتعد عن البساتين، خاصة أوقات الذروة. صحيح. يعني اغلب الناس بيكون مرتاحه، يا غافل لك الله، بطلع سيباني برجع عطاس ودماء. شو هي هاي سيباني دكتور؟ يعني نزهه. نزهه بالحلبة. طيب دكتور، طلع نزهه ورجع على البيت محمل بغبار الطلع، الدوش اغسل جسمك. نعم. خلي الغبار الطلع اللي تصق بجسمك بشعرك كله زيله. تمام. بالدوش. ملابسك كمان غسلها احسن. لا تنشر ملابسك في الغرفة اللي انت فيها. صحيح صحيح. لا تزيد نسبة الرطوبة الموجودة كمان. لا تحط زهر، لا تحط شجر، لا تحط أصائص في غرفتك اللي انت موجودة. حاول المخرشات هاي المثيرة للتحسس كلها بعدها عنك. تمام. فهي كتير مفيدة إن شاء الله. أيضا من النصائح الأخرى يعني كل هدول عم تحكيهم هلأ ممكن نحن نطبقهم. هلأ بنجي لقضية السوائل. السوائل مفيدة جدا حالات التحسس. يعني حالات التحسس هي حالات احتباس السوائل، هي حالات لما بصير عملية التحسس انت يستمين بفرض على انه السوائل تطلع من الدم الى الانسجة المتحسسة. تم. فوجود السوائل هون تعويضية. الخضار والفواكه كمان عدا انه هي مفيدة جدا فهي كمان فيها سوائل. في انواع محددة دكتور من الخضار؟ في عنا الاناناس. الاناناس كتير مفيد بحالات التحسس. نص كوب من عصير الأناناس يومي في فصل الربيع يعني بيخفف من حالة التحسس. أولا هو غني بفيتامين سي، بيرفع المناعة. ثانيا أنه هو مضاد التهاب، أنتي إنفلاماتوري. عملية التحسس هي عملية التهابية. يعني الناس بتعرف عملية التهابية مع تجرسوم أي فيروسي. لا، نحن في الطب نقول عملية التهابية. صحيح. لا صحيح. نوعية. صحيح. نون سبيسيفيك. تمام. صحيح. فهذا هو أنتي إنفلاماتوري. فالأناناس كتير مفيد بهالحالة. في عندك التوم، نص سن توم ضيفه لطعامك يوميا. يعني دكتور ني؟ أو ني كيف؟ ني ضيفه للسلطة، ضيفه ما مقلي مثلا. ما تاكله، ما لك نفس تاكله لحاله. يعني ما مطبخ مثلا توم مع الطبخ، توم مع المقلي البيض له فائدة، ولكن ني فائدته أكبر. أفضل. يحتفظ بفوائده. تمام. فنص فص توم يوميا يعني عدا أنه مضاد التهاب، عدا انه بينظم سكر الدم، عدا كمان مضاد للسرطان، يعني من الادويه اللي تقي من السرطان الثوم. في عندك الكركم. الكركم كمان بيخفف من الاستجابه التحسسيه، كمان انتي انفلاماتوري. في عندك الفطر، في عندك الكتان، عندك الشوفان، عندك الفاصوليا، عندك سبانخ. هي غنيه بعنصر اسمه سيلينيوم. تمام. السيلينيوم كمان مضاد أكسدة ومضاد التهاب. عدا أنه مضاد أكسدة يعني بيقيم الشيخوخة. صحيح. كمان أنه هو مضاد. صحيح. التهاب بيخفف من العملية التحسسية. صحيح. عندك التفاح والتوت والكرز والأرنبيط والعنب وحتى الشاي. تمام. كمان غنية بعنصر اسمه الكوريسيتين. كمان هذا الكوريسيتين مضاد التهاب ومضاد أكسدة بنفس الوقت. هاي عناصر موجودة في الطبيعة، موجودة في غذائك، موجودة في، ممكن تستفيد منها، ترفع من مناعتك وترفع من، وتخفف من الأعراض. خفف الأعراض. في عنا مشكلة اللي هي الأغذية المحفوظة. بدي أقول لك اللي هي المواد الحافظة كتير عما الأغذية المحفوظة والمعلبات. صحيح. يعني مشكلة صحيح منتشرة عنا في بيوتنا للأسف. صحيح.
وهي فيها مواد حافظة جدا، وهي بتزيد من عملية التحسس. يعني حتى أحيانا هلأ بتحسون عم بزيدوا المواد الحافظة ليطول العبود الفول والحمص ليطول الحفظ فيها، فبتفتح العبوي بتحس فيه رائحة مواد كيماوية. كل أكل طازج فواكه طالما استطعنا على أفضل. طالما استطعنا أفضل. دكتور أشكر حضورك معنا، ونتمنى دائما استضافتك في حلقات قادمة. ومتابعينا الأكارم، نحن على الفيسبوك موجودين بشكل دائم، لسنا فقط على التلفاز، يتم تحميل الحلقة كاملة على صفحة فيسبوك. أيضا من لا يستطيع مشاهدة التلفاز أو مشاهدة البث مباشر الحلقة، هناك تطبيق للقناة على الجوالات يمكن من خلاله متابعة البرنامج ومتابعة القناة. ونرجو أن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة ونصائح قابلة للتطبيق. نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم.